السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جايب لكم المنطقة الحرة اللي في اسكندرية. ماشي، دي شركة لورد، قدامها شركة أليكس. تمام، دي عايزة تعيينات، واللي حابب يجي يقدم فيها ماشي يبعت لي على الصفحة وانا اتواصل معاه اوصله لحد الادارة. دي المنطقة الحرة اللي في اسكندرية، شركات طالبة شغل، كل الناس اللي حابب يشتغل يجي قدام شركة لورد. ماشي، دي شركة أليكس، حابب يجي يبعت لي على الصفحة اليوتيوب مملكة محمد فتحي. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان اجيب لكم كل جديد. فيها تعيينات، ماشي، لجميع مؤهلات، مؤهلات متوسطة، مؤهلات حلوة، أي مؤهلات اللي حابب يجي يقدم فيها أنا هستقبله وأوصله لحد باب الشركة. تمام، شركة أليكس بترحب بأي حد. ماشي، متنساش تعمل لايك، اشترك في القناة عشان اجيب لكم كل جديد في التعيين. دي شركة أليكس، قدامها شركة لورد، اللي حابب يجي يقدم اهلا وسهلا بيه. ماشي، انا حبيت انا اصور لكم عشان خاطر اللي حابب عايز يشتغل اهلا وسهلا بيه في اي وقت، يتواصل معايا وانا اوصله لحد باب الشركة. تمام، مملكة محمد فتحي بترحب بأي حد تبعت على القناة وأنا تحت أمره في أي حاجة. ده شغل اسكندرية، تعيين شيء مع المسؤولين، تواصل معاه ودخله لحد باب الشركة. ماشي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.